حلقة جديدة من صدى الأقلام، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ونرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئات قوات مكافحة الشغب تستهدف المتظاهرين بقنابل مسيلة للدموع وسط بغداد. في الزمان تجدد الاحتجاجات للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين. في المدى متظاهرو الناصرية يتهمون الميليشيات باغتيال الأصوات المعتدلة للسيطرة على ساحات التظاهر. في العربي الجديد الكاظمي يحاول تهدئة الشارع بتجديد وعوده بمحاسبة قتلة المتظاهرين. في القدس العربي ارتفاع عدد الإصابات بكورونا يدفع الحكومة العراقية لدراسة إعادة الحظر الكلي. في الشرق الأوسط روسيا تتجاوز إيطاليا وبريطانيا بعد زيادة قياسية بعدد الإصابات. وفي إندبندنت عربية شبح كورونا يعود إلى ووهان وأوروبا تواصل تحررها من القيود. ومن زاوية العناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال وجاء في مطلعه: يقول العلم إنه من الصعب حينما نقوم بأفعال متكررة للفعل الواحد على أمل أن نحصل على أفكار ونتائج جديدة. ينطبق هذا القول تماما على الحالة العراقية، فمنذ تشكل أول حكومة بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وحتى اليوم تتكرر العناصر ذاتها، يقول الكاتب، وهي من اللون الطائفي نفسه. مثنى عبد الله يقول في صحيفة القدس العربي أن الفعل نفسه يتكرر اليوم بالآليات والتوافقات والتحالفات نفسها التي أتت بالحكومات الفاشلة السابقة. المزيد في سياق المادة الصوتية الآتية. بعد 6 شهور من الانسداد السياسي والتكليف وسقوط التكليف نتيجة انعدام التوافقات الدولية والداخلية على مرشحين اثنين سابقين، أعلن في 6 أيار الجاري عن تولي رئيس المخابرات رئاسة مجلس الوزراء. قيل إن الفاعلين الرئيسيين في المشهد العراقي الأمريكي والإيراني قد توافقا عليه، وأن كتلتي الفتح والبناء البرلمانيتين وهما الذراعان المهمان لإيران في العراق قد باركتا هذا الاختيار. وكان الإعلان عن تولي المنصب في الساعات الأخيرة من المهلة الدستورية وظهور التشكيلة الوزارية ناقصة وامتناع هذا الطرف وذاك عن حضور التصويت أدلة بارزة على أن العراق لن يغادر المشهد الذي هو فيه، وأن البنى السياسية القائمة على كارثة الحصص الطائفية والإثنية لن تنتج سوى إدارات فاشلة. المشكلة الرئيسية في العراق لا تكمن في من يتبوأ مناصب الرئاسات الثلاث، كذلك هي ليست في السلطتين التشريعية والتنفيذية. المعضلة الكبرى في النظام السياسي القائم الذي ليس بإمكانه تقديم أدلة كافية على إدراكه خصائص الوطن وعجزه التام حد الشلل عن تطوير رؤية سياسية وطنية جامعة، كما أن فساده شكل عبئا مستديما على الدولة والمواطن. كل هذه المواصفات خلقت خللاً بنيوياً في علاقة المجتمع بالدولة وحولت الدولة إلى سلطة. الكاتب يشير أيضاً إلى أن رئيس الوزراء الجديد تتوفر فيه كامل الشروط الممنوعة والتي يرفضها الثوار ورفعوها في ساحات التظاهر، فالرجل مزدوج الجنسية ومن رحم النظام السياسي القائم وأتى بتوافق خارجي صريح ومعلوم، في حين أن العراق بحاجة إلى سلطة الهيبة وسلطة المعنى، في حين إلى جانب ذلك يحتاج العراق سلطة الفكرة الوطنية الخالصة، وهذه كلها غير متوفرة في المسؤولين الذين ينجبهم النظام السياسي القائم. أخيرا، مر ثالث المرشحين لخلافة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بعد أن صوت البرلمان الأربعاء الماضي على منح حكومة مصطفى الكاظمي الثقة وإن غير مكتملة. إياد دلامي يرى في صحيفة العربي الجديد أن الكاظمي لم يشأ أن يكرر فشل سلفيه محمد توفيق علاوي
وعدنان الزرفي، فاتجه مباشرة إلى الكتل السياسية لترشيح وزرائها وفقا لنظام المحاصصة الطائفية، وهو ما سهل عليه الأمر وجنبه فشلا مستحقا. المزيد في المادة الصوتية الآتية. جاءت الحكومة الجديدة في وسط أزمات لا يعيشها العراق وحسب، وإنما حتى الدول المتورطة في الملف العراقي، والإشارة هنا إلى إيران والولايات المتحدة، وبالتالي ليست حكومة الكاظمي بالضرورة حكومة العراقيين أو مطلبهم، بقدر ما باتت حاجة لدول التدخل الإقليمي والدولي. وليس الحديث هنا عن الأزمات التي على الكاظمي حلها داخليا، وإنما على طبيعة الأزمات التي تواجهه خارجية، وتحديدا في ملف التدخل في الشأن العراقي، والذي يبدو أن أطراف هذا التدخل باتت هي من تبحث عن حكومة الفرصة الأخيرة. حالة الملفات المتعلقة بإيران وأمريكا في العراق وحدها التي يمكن أن تكون كفيلة بإخراج العراق من قمقم الفشل والسير به نحو انتخابات مبكرة، فلا حل لملف الأزمة الاقتصادية، ولا حل لملف مطالب المتظاهرين الضاغطة قبل حل ملف التدخلات الخارجية. استقبل الكاظمي في مكتبه في أول ظهور رسمي له عقب توليه رئاسة الحكومة السفيرين الأمريكي والإيراني كلا على انفراد، في رسالة واضحة من واشنطن وطهران على دعمهما له، وهو دعم لا يبدو أنه سيكون مشروطا بقدر ما سيكون محاولة لإيجاد حل لأزمتهما في العراق، ومساعي كل منهما إلى الإبقاء على نفوذهما بشكل أو بآخر. وبحسب الكاتب، فإن هذه الإشارات توحي برغبة أمريكية إيرانية في فتح صفحة جديدة مع حكومة الكاظمي، وعبرها التي ستكون أمام اختبارات صعبة، أي حكومة الكاظمي، ولا يمكن لها أن تصمد في وجهها من دون دعم خارجي، يقول الكاتب. وبخلاف ذلك ستسقط الحكومة سريعا، ما يفتح الباب واسعا أمام تحديات كبيرة، ليس أمام العراقيين وحسب، وإنما أمام الدولتين الراعيتين العملية السياسية في العراق، وهنا يقصد الكاتب أمريكا وإيران. هل انتهت حقبة عبد الكريم خلف في فضاء الكوميديا العراقية بإعفائه من منصبه وإغلاق فمه الذي كان يثير الاضطرابات والكراهية ضد المتظاهرين؟ علي حسين يقول في صحيفة المدى إن السؤال الأهم هو: هل صورة عبد الكريم خلف أمام القضاء بتهمة التحريض على قتل شباب التظاهرات؟ هل هذه الصورة ستكون مشهد النهاية في مسيرة هذا الرجل الذي صقل موهبته في الانتهازية دون تعب، واستفاد ببراعة من مدرسة الكوميديا السياسية التي تزعمها عادل عبد المهدي؟ كان واضحا مدى تأثره بما سبقه من الناطقين، من الذين كان يكفي أن يفتح الواحد منهم فمه حتى يثير سخرية المشاهدين. إن كثيرا من المقولات التي رددها الناطق عبد الكريم خلف هي نفسها التي ظلت الناس تعيش معها سنوات عجاف. كانت حكومة عبد المهدي مصرة أن تعيد علينا مشاهد قديمة تخدع بها الجمهور، حين تقول لهم إن ما سيشاهدونه في الإعادة إنتاج جديد، فلا تغيير في السيناريو ولا الحوار، كما أن أماكن التصوير هي ذاتها في كل العروض السابقة، فضلا عن أن جهة الإنتاج واحدة والمخرج نفسه والببغاء نفسه. عبد الكريم خلف كان مثل هذا النوع من اللاعبين على الحبال لا يترك لك الخيار، شخصية مركبة ومكونة من جميع أدوات الوصولية السياسية التي انتشرت في بلاد ما بين النهرين، وسواء وقف على المنصة يسطر الأكاذيب ضد ساحات التظاهر، أو جلس في التلفزيون يروي قصصا خيالية عن المؤامرة التي يقودها شباب ساحة التحرير وساحة الحبوبي، ظل عبد الكريم خلف يجسد مفهوما جديدا عن الحكومة يقوم على أن أعداء العراق هم المتظاهرون ضد الفساد، في مقابل الجماعات المسلحة التي وجدت في عادل عبد المهدي صديقا وحليفا وداعما وراعيا لها. الكاتب يقول إن العراقيين سوف يتساءلون ما الذي تنتظره الحكومة لتقدم عبد الكريم خلف ومن معه من قتلة المتظاهرين إلى القضاء، لكن ليس من المعقول أن نظل نعيش مثل أبطال رواية الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز، قصة موت معلن في مدينة تعرف أسماء القتلة والمحرضين وكيف يقومون بقتل الناس، ومع هذا لا أحد
يريد أن يكشف تفاصيل هذه الجرائم. ننتقل وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى مقال جديد منشور في صحيفة أجنبية، حيث قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الولايات المتحدة وإيران يمكنهما تجنب حرب بينهما إذا تعاملتا مع العراق على أنه منطقة محايدة، على غرار ما تم مع فنلندا والنمسا خلال الحربين العالمية الثانية والباردة. ورأت المجلة في مقاله كتب أو مقالة كتبها ألبرت وولف، وهو عميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في كردستان العراق، رأت أن التجربة الفنلندية هي الأقرب لأن تكون حلا في العراق. بما أن لا شك في دعم إيران للإرهاب وضرورة تقييد وصولها إلى الأسلحة التقليدية، وهو أمر يحظى بتوافق بين المشرعين الأمريكيين الذين يدعون لتمديد الحظر لبيع طهران تلك الأسلحة، إلا أن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب المعروفة بحملة الضغط الأقصى تنطوي على خطر أكبر. هذا الضغط يمكن أن يوقع الولايات المتحدة في حرب اختيارية أخرى في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة وإيران بإمكانهما أن تتجنبا مواجهات مثل تلك من خلال الاتفاق على فنلدة العراق، في إشارة إلى تطبيق التجربة الفنلندية في العراق. ويقول الكاتب إن العراق سيصبح دولة محايدة مثل فنلندا خلال الحرب الباردة، وسيكون مجالا لضبط النفس ولن يستخدم كحلبة للتنافس على النفوذ. ويشير الكاتب إلى اتفاق الفنلنديين والسوفيات على أن فنلندا لن تنضم إلى أي تحالف مع قوة معادية لموسكو في مقابل احترام السوفيات استقلال فنلندا، وبموجب ذلك الترتيب تجنبت فنلندا أن تصبح دولة دمية، بينما تجنب السوفيات وجود جار معاد لهم. كما أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا توصلت إلى ترتيب مماثل عندما وافقت على الانسحاب من النمسا في معاهدة 55، وبعد فترة وجيزة على مغادرة قوة الحلفاء تبنى برلمان النمسا مشروعا يعلن حياد البلاد. وتختتم المجلة الأمريكية بتأكيدها على أنه من الممكن وبإمكان أمريكا وإيران الاتفاق على معاملة العراق على أنه مجال ضبط النفس أو منطقة محايدة، مشيرة إلى أن تلك الترتيبات ثبت نجاحها في فنلندا والنمسا وكذلك في سويسرا والسويد. إلى المقال الجديد وفي مطلعه كتب كاتبه: إيران اليوم في أسوأ حالاتها، لا ينفي ذلك قيامها بإطلاق قمر صناعي أو تطوير صواريخها الباليستية، فهي لا تفعل شيئا سوى ذلك. هي دولة حرب أوقعها نظامها السياسي في شبكة معقدة من الأوهام التي خلقت من خلالها أعداء وهميين، لا لشيء إلا من أجل أن يتخلى ذلك النظام عن مسؤوليته إزاء الاحتياجات الإنسانية للشعب الإيراني. فاروق يوسف يرى في موقع ميدل إيست أونلاين أن نهاية المشروع التوسعي الإيراني أصبحت على مرمى حجر. هناك معطيات كثيرة يمكنها أن تكون أساساً لواقع جديد سيكون على إيران أن تخضع له في المستقبل القريب مضطرة، وهو ما يعني أن ما كانت إيران تعتبره مستحيلة سيكون ممكناً من غير أن تأمل في أن يتغير الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية. في سوريا بدأ الانقلاب الروسي واضحاً في ظل تمدد أمريكي على الأراضي التي كانت قد اعتبرت من حصة الميليشيات الإيرانية، ناهيك على أن الضربات الإسرائيلية لمواقع تلك الميليشيات لم تتوقف من غير أن تكون هناك إمكانية على الرد. في العراق استسلمت الأحزاب التابعة لإيران والمهيمنة على الدولة لخيار تسليم السلطة التنفيذية لرجل ليس من صنعها ولم يعرف بولائه لإيران وليس له أي ارتباط بالكتل السياسية المهيمنة على العملية السياسية. أما في لبنان فقد انسحب حزب الله عن خطوط المواجهة الأولى فيما يتعلق بالأزمة المالية بعد أن صار واضحا أنه لا يستطيع أن يجنب نفسه فشلا ذريعا في ظل عقوبات اقتصادية فرضت عليه من جهات دولية عديدة. وبالنسبة للحوثيين فإن غموض أحوالهم لن يستمر طويلا، ستكون عودتهم إلى طلب التفاوض قريبة بعد أن توقف الإمداد الإيراني.
فاروق يوسف يرى أنه إذا ما بقي الحال على ما هو عليه فإن أزمات المنطقة كلها ستحل بطريقة هادئة، ذلك لأن إيران هي المشكلة، وإذا ما تم استبعاد الطرف الإيراني من المعادلة فإن كل شيء سيجري في اتجاه النهايات السعيدة. القاسم المشترك بين وباء التطبيع ووباء كورونا إلى المقال الجديد، وهذا عنوانه، ويقول فيه كاتبه: هو ضعف مناعة المصاب، فوباء كورونا يصيب في الأغلب من وهنت مناعتهم، ولهذا يقوم الأطباء بإعطاء المرضى الأدوية التي ترفع من هذه المناعة، في حين لا نجد مع الأسف إلى الآن علاجا ناجعا يقوي المناعة الوطنية للمطبعين بعد أن أصابهم الفيروس الصهيوني وتغلغل في خلاياهم ليتبنوا الرواية الصهيونية المزيفة الملفقة والكاذبة. هذه المقارنة جاءت في مقال رشيد حسن المنشور بصحيفة الدستور الأردنية. المزيد في سياق هذه المادة الصوتية. الملفت للنظر هو تزامن نشاط فيروس التطبيع مع انتشار فيروس كورونا القاتل، وهو تزامن لم يكن عفوية ولم يحدث صدفة، فهو عمل خبيث مخطط له بدقة وعناية. إذ عمدت القوى الصهيونية التي تمسك بخيوط التطبيع وتقوم بتوجيه أحداثه والتحكم بفعالياته ببث الدراما التطبيعية في شهر رمضان، مستغلين التزام المواطنين العرب بيوتهم من المحيط إلى الخليج وفي كل أرجاء المعمورة وعدم مغادرتها كإجراء وقائي وضروري للحد من انتشار الوباء، ومن ثم محاصرة الفيروس والقضاء عليه اقتداء بالتجربة الصينية التي تثبت نجاعتها. هذا أولا. أما ثانيا فإن هذا العدوان التطبيعي الوبائي يجيء في الوقت الذي يعلن فيه الإرهابي نتنياهو عن نيته ضم منطقة الأغوار والمستوطنات وشاطئ البحر الميت إلى كيانه الغاصب في تموز القادم، تنفيذا لمؤامرة القرن الأمريكية والتي تقوم أساسا على سلب فلسطين كل فلسطين والقدس العربية وإهداؤها إلى حليفها العدو الصهيوني، وهذا يؤكد خطورة المطبعين وخطورة الدور الذي يقومون به، وقد تحولوا إلى أداة في يد العدو، لا بل إلى حذاء للعدو لتدنيس الأراضي الطاهرة، كما تحولوا إلى بنادق للإيجار لزرع الفتنة، مستغلين الظروف غير العادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والأمة والعالم كله. الكاتب يرى في ختام مقاله أن المطبعين مع الكيان الصهيوني هم أخطر على الأمة من وباء كورونا، فهذا الوباء سيزول حتما إن عاجلا أو آجلا بعد أن يتمكن الأطباء من العثور على اللقاح والمصل المناسب. أما المطبعون فهم باقون ما بقي الاحتلال الصهيوني مع الأسف، يقول الكاتب، وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات فاعلة وحاسمة للوقاية من هذا السرطان الذي ينخر في جسد الأمة من الداخل، وذلك بتعرية هؤلاء الضالين ومقاطعتهم ولزوم محاكمتهم. في أحد مروج السويد استقبل مطعم يضم طاولة واحدة ومقعدا واحدا استقبل أول زبائنه في محاولة للجمع بين تجربة التنزه وحماية الزبائن من خطر العدوى بفيروس كورونا. وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن المطعم الجديد يحمل اسم طاولة لشخص واحد ولا يعمل به أي نادل، ولكن يقدم الطعام في سلة تخرج من نافذة المطبخ وتصل للطاولة عن طريق بكرة دوارة، وتقود بكرة أخرى الزبون لدى وصوله إلى الطاولة. وقال الطاهي راسموس بارسون الذي افتتح المطعم مع شريكته ليندا كارلسون إن الفكرة طرأت لهما عندما جاء والدا ليندا للزيارة في شهر آذار، فأعدا لهما طاولة بالخارج وقدما الطعام عن طريق النافذة. وأضاف كارلسون أن مطعم الزبون الواحد محجوز طوال شهر أيار، وما زالت بعض الأوقات متاحة في شهري حزيران وتموز، كما أنه مزود بإجراءات للوقاية من تقلبات الطقس والأمطار.
عجائب في زمن الكورونا. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام صدى الأقلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.